خلال الرصيد التالي: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بأكادير، السيد الوكيل عام الملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، السيد عامر صاحب الجلالة على عمالة تردانس والوفد المرافق له، السيد الوكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بتردانس، زملاء السادة القضاة والسيدات القاضيات ونواب وكيل الملك، السيد ممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير وقلميم والعيون، السادة رؤساء وأطر وموظفي كتابة الطرق وكتابة النيابة العامة، السيد رئيس المجلس العلمي بتارودانت، السيد رئيس المنطقة الأمنية بتارودانت، السيد رئيس المنطقة الأمنية بتارودانت، السيد قائد سرية الطرق الملكي، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، السيدين رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي بتارودانت، السيد ممثل رئيس المجلس الجهوي للعدول، والسيد ممثل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، السادة ممثل وسائل الإعلام، السادة الحضور كل واحد باسمه وصفته. أيها الحضور الكريم، في البداية أود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حضوركم وتحملكم على التنقل رغم مشاغلكم ومهامكم الكثيرة، وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أحظى بهذه الثقة المولوية الثانية، وذلك بتعيينك وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، بعد أن تفضل جلالته نصره الله عز أمره بالمصادقة على أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته الأخيرة. هذا المنصب الذي أرجو من الله عز وجل أن يعينني على أداء المهام المرتبطة به على الوجه الأمثل، حتى أكون عند حسن ظن جلالته القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي ما فتئ يهتم بالشأن القضائي للبلاد ويضع ورش إصلاح القضاء من ضمن الأولويات والأهداف الاستراتيجية للنهوض بالأمة وتحقيق الرقي والتقدم. وبقدر ما أنا مهتم بهذا التشريف والالتفاتة المولوية الثانية، بقدر ما ينتابني إحساس بأنني مكلف بمهمة جسيمة وعظيمة. كيف لا؟ والفصل في الخصومات وإحقاق العدل وتوفي الحقيقة ورد المظالم من أهم ما أمر به المولى عز وجل وأوصى به، وجعل العدل والحق من صفاته، كما كلف الأنبياء والرسل على مر الأزمان بالحكم بالعدل بين العباد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، كما أوصى عز وجل بالحكم بالعدل بين الناس في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. من هنا تظهر المكانة العظيمة التي أولاها الشرع للقضاء والفصل بين الناس بالحق. وقد يظن البعض أن رد المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها لا يكون إلا باستصدار أحكام قضائية بعد استيفاء إجراءات محددة، غير أنه في كثير من الحالات يتم استيفاء الحقوق وإرجاع الأمور إلى نصابها بإجراءات تباشرها النيابة العامة فقط، ويتم وقف النزاعات في مهدها واختصار الطريق للوصول إلى الحق. وهذه الإجراءات أعطت أكلها في كثير من الحالات وكرست مبدأ السرعة وتفادي الإجراءات وطول المصالح، غير أن ذلك لا يعني إفلات المخالفين للقانون من المتابعة والعقاب حسب ظروف وملابسات كل قضية على حدة.
وإني وكما سبق القول أرجو من الله العلي القدير أن يعينني في أداء مهامي، وأمد يدي للسيد رئيس المحكمة المحترم أستاذ علي إتكاو ولجميع السادة القضاة وأطر هيئة كتابة الطب وجميع الفاعلين في حق العدالة للعمل على إحقاق الحق ونصرة المظلومين والأخذ بأيدي المرتفقين، منتهجا من جانبي سياسة الأبواب المفتوحة وتكريس ثقافة الإنصات للجميع مع نهج سياسة القرب والانفتاح على محيط القضاء بدائرة هذه المحكمة حتى يكون القضاء فاعلا في تقليد الحياة العامة وسير العمل بهذه المحكمة بمستوى التطلعات مع تطبيق القانون وأهداف السياسة الجنائية عبر التقليل بالدوريات الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة المحترم، مستكملا في ذلك ما بدأه زميلي الأستاذ عبد الكبير البرز وكيل الملك السابق بهذه المحكمة، والذي أتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة وأن أكون خير خلف وأن أكون في ذلك خير خلف لخير سلف. كما أهيب بالمواطنين بدائرة هذه المحكمة أن يكونوا على وعي بحقوقهم المكفولة لهم قانونا، وأن لا يتوانوا في اللجوء إلى هذه النيابة العامة والتبليغ عن كل ما يفتش كرامة القضاء أو سائر المهن خاصة أفعال الرشوة والنصب وسائر الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وأن هذه النيابة العامة ستعمل على فتح الأبحاث مباشرة بإجراءات قانونية لمحاربة الظواهر التي تسيء لسمعة القضاء وباقي المؤسسات والمهن المنظمة قانونا لتحقيق الردع في هذا الجانب، خاصة إذا علمنا استفحال الظواهر المذكورة خلال السنوات الأخيرة رغم المجهودات التي بذلت لمحاربة الرشوة والنصب والسمسرة خاصة بمحيط المحاكم. وفي الختام ندعو الله أن ينصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي عهده المولى الحسن وسموه السعيد مولاي الرشيد مولاي رشيد وسائر الأسرة العلوية الشريفة، وأن يكون له خير معين وأن ينجينا من البلاء والبلاء ويحفظ البلاد والعباد ويجعل بلدنا المغرب مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أمين والسلام عليكم.